بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، قرية في وسط أدغال جمهورية كمبوديا في مشرق آسيا، تعيش فيها أقلية مسلمة. كل بيت من أهل هذه البيوت له قصته ومعاناته، وهذا أمر طبيعي في وسط الفقر والمرض. لكن الغير طبيعي هو أن يستمر المرض إلى مدة تصل إلى أكثر من 30 عاما. كيف؟ لقد دخلنا على كوخ لأحد كبار السن. هذا الشيخ الكبير في السن دخلت في رجله 7 شظايا لقنبلة انفجرت بقربه في أثناء حرب أصابت كمبوديا، اسمها حرب الخمير الحمر في عام تقريباً 1979. هذه الحرب خلفت 1.5 مليون قتيل، فضل عن ملايين الجرحى من ضمنهم هذا العم. ولقد صبر على آلام هذه الشظايا التي تعيش داخل جلده لأعوام طويلة كان يمشي فيها بصعوبة، ولكن بعد أن كبر سنه ما أصبح يستطيع المشي، وهو الآن مقعد لا يستطيع البحث عن الرزق. هل تظنون أن هذه هي المصيبة الوحيدة التي لديه؟ لا أخواني أخواتي، أنتم تعلمون أن الإنسان غالبا عندما يكبر في السن فإن أغلى شيء في حياته هم أحفاده. ينسى الأبناء ويعيش حياته مع أحفاده، فيهتم بهم أكثر ويلاعبهم ويلاطفهم، ولكنه صعق بصدمة أخرى عندما رزقه الله تعالى أول أحفاده الذين يعيشون معه. لقد فقدوا البصر عند ولادتهم، لا يستطيعون حتى رؤية وجهه وهو يبتسم لهم. كله احنا جئنا من البلاد العربية ليساعده قدر ما نستطيع. سألته هل تعمل؟ فقال لا. فقلت له إذا كيف تعيش؟ قال أنا صدقات الجيران. الجيران أصلا فقراء، كان من الممكن أن نوزع له ما يتم توزيعه على عموم الفقراء، فيأخذ طعاما أو مالا يستهلكه فترة بسيطة ثم يعود إلى الحاجة والفقر، وهذا ليس بحل. هذا فقط تأجيل لآلام المصيبة لا أكثر، مسكن، ونحن نطمح لأعلى من هذا. فكرت ثم قلت له هل لك ابن؟ قال نعم. قلت له ماذا يعمل؟ قال إنه عاطل لا يعمل. فطلبت مقابلة الابن. معنا محمد نور. فسألته ماذا تستطيع أن تعمل؟ قال أنا صياد، أعرف الصيد والغوص على المحار، ولكن ليس لدي وسائل الصيد. ماذا تحتاج؟ قال قارب وأدوات للصيد. فوجدنا أن سعر القارب الجديد مرتفع، ولكن لو أخذنا قارب مستعملا لكان أقل تكلفة. فوصلنا إلى أفضل سعر ممكن وهو ما يساوي تقريبا 700 دولار. تم تسليم الشاب الصياد قاربه الذي سيبدأ معه حياة العمل، وكان متحمسا نشيطا مقبلا على عمله الجديد بهمة وحركة. ثم تركناه ليوم واحد. عندما رجعنا وجدنا أن هذا الشاب قد رجع من صيده بمفاجأة. إنه قد غاص على المحار وكانت محصلة صيده ليوم واحد فقط تساوي 500 دولار. سبحان الله، فقط ليوم واحد لقد عوض أكثر من نصف قيمة القارب في يوم واحد. أبهرنا. تخيلوا لو أنه أخذ هذا المبلغ وصرفه في حاجياته، هل كان من الممكن أن يجد هذا الرزق الدائم؟ مستحيل. لقد قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لأن يأخذ أحدكم حبله فيأتي بحزمة حطب على ظهره فيبيعها فيكف الله بها وجهه، خير له من أن يسأل الناس أعطوا أو منعوا. أخي الكريم، أختي الكريمة، هل نسيتم الأب؟ لا، لم ننسى الأب. يجب أن نذهب به إلى المستشفى لنكمل له سعادته بنفسه بعد أن سعد بابنه. نحن في طريقنا إلى ما شاء الله ما شاء الله، ها هو زعمته الجميل. نحن الآن بالمستشفى، اجتمعنا مع الأطباء وبدأوا بالعلاج، ولكن
الأمر لم يكن سهلا، إنه يحتاج إلى وقت للعلاج، لأن هذه الإعاقة لم تكن معه لأسبوع واحد فقط، إنها عشرات السنوات. ولكن الحمد لله استطاع أن يمشي مرة أخرى. صحيح أنه يمشي على عكاز في البداية، لكن الحمد لله هذا بالنسبة لحالته السابقة يعتبر تطورا. ولم نرغم أن يرجع إلى بيته بدون أن تقر عينه بأحفاده، فأخذناهم إلى مستشفى خاصة بالعيون، والهدف أن تتغير حياة الأسرة بالكامل. أخي الكريم، أختي الكريمة، هل تحس أن وظيفتك ليست طموحك؟ أو أنك لا تجد عملاً أصلاً؟ لا تنتظر أحداً لكي يعطيك، بل تأمل في الأشياء التي تتميز بها وتتقنها. لا تقل لا يوجد شيء، ما خلقك الله عبثاً، لا بد من وجود شيء تتقنه. ركز فيما يميزك ثم انطلق وأظهر أفضل ما لديك، ولن يخيبك الله أبداً. قال الله تعالى: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. حسبه يعني كافيه، سيكفيك، إنه سيعطيك إلى أن تكتفي، بشرط أن يكون ذلك بالحلال. قال الله تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. اسمحوا لي أن أختم برسالة أخيرة إلى أهل الصدقة والعطاء. أرجوك تصدق بذكاء، إنه من السهل أن تعود المحتاج على الأخذ والسؤال، ولكن تميز أن تستخرج منه قدراته التي يتقنها ليستغني عنك وعن بقية الخلق، وإلا فإنه سيبقى محتاجا وسينجب أبناء يبقون محتاجين لتصدق عليهم ولا يتغير شيء. ساعدهم مساعدة دائمة لا مساعدة مؤقتة. توجد أحداث أخرى من رحلتنا، ولكن أرجوك تابعها في الحلقة القادمة. لولا الأمل ما بقى بالدنيا رجاوي، لولا الأمل ما حد بها الدنيا سلاه، لولا الأمل ما أسفرت سود الهقاوي واشرق شعاع النور.